لا قضية انت مدام دليلي هذا قده من قطعة أرض أعطيتها لها؟ استاذ علي انا عايز اقول لك ان الاستاذ نجيب ساويرس من 3 ايام طلع عمل مؤتمر صحفي قال انا خسائري 10 مليون، طلع وزير الماليه ثاني يوم قال انت عليك 600 مليون دولار ضرائب. طب ده يعني ده شيء ايه؟ انا عايز افهم. انا اظن ان علمك باللي اعطيته اكثر من واحده، خاطر انا الدليل راه عندي هنا. شوف اولتها مدام دليله واحده، مدام دليله اثنين، كان الفاكتوره هذه يا محمد اعطيني ثالثتها مدام دليلة ومدام دليلة ربع. وقال فم رب العالمين يعني انتم الناس راهي تسكن في القيران وعاطين اربع اراضي يعني عاتبكم هذه الحال اربع اراضي لمدام دليلة هذه بتاعت. انا كنت موجود في الاستاد يا استاذ علي. خلينا نهضر العقل، خلينا نهضر. كيفاش هذا تروح تسربي انت الاراضي الجهه الظهراويه كون روح تربيتها؟ رزق بيك شنو هي؟ ها؟ تخشش ولا وعد؟ هذا هو مصر استاذ علاء اغلى من اي حد. ما تقول ما ميرد عليك هي.